فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة؟ على حسب مذهب البلد الذي هو فيه. إذا كان أهل البلد على مذهب لا يجهرون بالفاتحة فلا يخالفهم، يعني يشوش على الناس. أما إذا كان في بلد مذهبهم يجهرون بالبسملة يجهر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.